تهانينا لصالح بن حمد بن مقارح المري. هذه لحظات التوقيت لابها او لشديده 9 دقائق 45 ثانيه جزء واحد من الثانيه. هكذا اذا مشاهدينا الكرام تابعنا معكم اخبار الشوط الاول الرئيسي على مستوى منافسات الحيل، ولكن هنا منافسه واثاره قويه في هذا الشوط اراها الان من خلال الشعارات المنطلقة ومن خلال الأسماء المتواجدة. محمد بن بريك المري والتواصل على هذا الشوط الرئيسي، متمني له التوفيق ولكم حسن وطيب المتابعة مع هذه الانطلاقة المثيرة. شكرا زميلي سعد بن مثل العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. تهانينا لمالك نشرة سيف بن محمد بن زايد الخيارين من قامت راس وانهت الشوط الاول الرئيسي راس، وتهانينا ايضا لجابر بن جفين المري على هذه المواصيل الممتازة لنشرة. مشاهدين الاعزاء انطلاقة ثانية تعتبر الاولى لهذا السن ولهذه الفئة، واسماء عديدة تنطلق. خيرة الزمول، نقوة الزمول، خلاصة الزمول في هذا الشوط، والمقدمة مباشرة مع هذا مع صاحب هذا الشوط لمرتين سابقتين في السباق المحلي الأول والثاني، واسمه بنادول، وتعود ملكية بنادول لحمد بن علي بن حديد. وللمعلومة من المرشحين الأقوياء وكفته مليئة بالترشيحات لانتزاع هذا الشوط، وأيضا بالمناسبة هو الوصيف في السباق الماضي. التسلل مشاهدين الأعزاء على بنادول من خلال انطلاقة بارود غانم بن سيف الخيارين، ويليه في المركز الثاني مباشرة الحارب لعلي بن مانع بدواس العجمي. وننتقل مشاهدينا إلى الحارب، ننتقل من الحارب أو الهارب علي بن مانع بدواس العجمي، والتسلل مشاهدين الأعزاء من قبل من أخذ يتسلل الساعي، وتعود ملكية الساعي لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وينتقل إلى المركز الثاني. النقلة مشاهدين الأعزاء إلى بنادول لحمد بن علي بن حديد. النقلة والدور دور المركز الثالث، هنا الهارب علي بن مانع بدواس العجمي، ويليه مباشرة الرياض. يا سلام، صاحب الشوط الأول الرئيسي وصاحب ثلاث سيارات في العام الماضي، يا سلام يا سلام يا سلام. تعود الملكية، ملكية الرياض مشاهدين الأعزاء لصالح بن حمد بن مقارح مالك شديدة، من انتزعت الشوط الأول مرتين وأيضا حلت اليوم في المركز الثالث. تهانينا يا صالح على فوز شديدة بالمركز الثالث، وأتمنى لك ولكل إخواني المشاركين التوفيق. مشاهدينا الأعزاء هذه الخمس المتقدمة الأولى أسماء قوية، أعداد قوية تشارك وكثيرة، مضمرين فطاحلة في التضمير، يتواصلون في التضمير هنا على أرضية هذا الميدان. وما زال بن بيشان مشاهدينا الأعزاء شعاره سيد الموقف في هذا الشوط الحساس. يا سلام يا سلام يا سلام، الشوط حساس يا ناس، أسماء عديدة تنطلق وقوية تشارك في هذا الشوط. يا سلام يا الساعي، يا سلام يا الساعي، يسعى سعى الساعي للمركز الأول وانتزعه بجدارة واستحقاق، ولكن يتبقى يا محمد بن فهيد بن بيشان المحافظة على هذا المركز. هذا هو مطلب كل المشاركين. يا سلام، تنتصف المسافة، نشارف على منتصف المسافة، والساعي ما زال سيد الموقف ويحمل لواء المركز الأول، وتعود الملكية لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي. ولكن بنادول، بنادول في المركز الثاني، ولكن يتدخل بارود غانم بن سيف الخيارين في ثاني المراكز، وبارود في ثالث المراكز لحمد بن علي بن حديد، ولكن التسلل بالفعل. إذن المهند، وتعود ملكيته لسعيدان بن فواز العجمي، أخذ يتسلل
او العتيبي عفوا سعيدان بن فواز العتيبي اخذ يتسلل شعاره وينتزع المركز الثاني. هنا في المركز الثالث مشاهدينا بنادول حمد بن علي بن حديد، وياتي ايضا صاحب هذا الشوط في السباق الماضي شايم لصالح العاض المري. يا سلام، اسماء كلها فازت في رصيدها سيارات، لها العديد من الانتصارات، والترشيح اليوم حقيقة صعب، صعب التوقع لمن سينتزع هذا الشوط لقوة الأسماء المشاركة ولاجتماعها في هذا الشوط القمة. يا سلام يا سلام يا سلام، ما زال الساعي مشاهدينا الأعزاء يحتل المركز الأول، وما زال سيد الموقف مهمات اليوم وهو الشوط الرئيسي والقياده له، والقياده له، وايضا يرافقه مضمر خبير وكبير في عالم التضمير محمد بن فهيد بن بيشان العجمي وماركه الساعي المعروفه. ولكن المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء هنا المهند، يا سلام، يتسلل المهند ينتزع المركز الاول رويدا رويدا المهند، المسافه اخذت تتقلص مشاهدينا الاعزاء، لوحه الكيلومترين الاخيرين بانت واقتربنا منها. مهند ينتزع المركز الاول، المهند ينتزع المركز الاول مع سعيدان بن فواز العتيبي. يا سلام يا العتيبي، وشايم شايم شايم يتسلل، فرج بن حمد الكريبي يرشح شايم مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط المركز الثالث. المركز الثالث هنا الساعي، وايضا على التسلل والدخول، دخول دخول على رابع المراكز ورقمه محجوب، ولا الهارب لعلي بن مانع بدواس العجمي. اشقائنا من المملكه ومن الكويت يحاولون الانتزاع هذا الشوط، وطبعا مع ابناء الشحانيه، ولكن عاد بنادول في المركز الخامس حمد بن علي بن حديد. يا سلام الشوط مشاهدينا الاعزاء، المعركه طاحنه على انتزاع هذا الشوط، خمس اسماء في موقع واحد. يا سلام يا سلام، بقيادة مشاهدينا الأعزاء المهند، بقيادة المهند، والمهند اسم من أسامي السيف. يا سلام يا سلام، الهارب يتسلل، الهارب ينطلق في المركز الثاني، وتعود ملكية الهارب مشاهدينا لعلي بن مانع بدواس العجمي، يتسلل في هذه اللحظات. ولكن بنادول يا بنادول يتسلل من المركز الخامس إلى المركز الثاني مباشرة، أراعي هذا الشوط في السباقات الماضية، ويريد أن يعيد الهيبة لهذا الشعار وله بالتحديد. ولكن بارود لفهد بن سيف الخيارين أو لغانم بن سيف الخيارين، وشايم اشتد الصراع مشاهدينا الأعزاء. بنادول ينطلق، بنادول يقترب من خط النهاية، بنادول والكيلومتر الأخير والخطير، الكيلو الأخير، وما زال الدفع تلقائي من بنادول. يا سلام، بنادول وبارود، بارود بارود وبنادول، والمعركة طاحنة. بارود بارود يتسلل، بارود ينتزع المركز الأول، بارود لغانم بن فهد بن سيف الخيارين، ومن المرشحين الأقوياء لهذا الشوط 800 متر، وحاصل على المركز الثاني في السباق الماضي أو في المركز الثالث، إذن صاحب مراكز متقدمة في هذا الموسم 700 متر. يا فهد بن سيف وبارود أو غانم بن سيف أو إذن فائز في السباق المحلي الماضي مشاهدينا الأعزاء، صاحب نقطة في السباق الماضي. يا سلام يا بارود، يا سلام، وشايم ينطلق أيضا صاحب هذا الشوط، ولكن بارود مشاهدينا الأعزاء، ورياض رياض في ثالث المراكز، ولكن بارود 400 متر، خيرة الأشواط مع بارود، نقوة الأشواط مع بارود. إذا مشاهدينا الأعزاء، أسبق الزمول في هذا الموسم وفي هذا السباق هو بارود، بارود هو أبرزها مشاهدينا الأعزاء في هذا السباق وفي هذا الشوط، هو تحديدا بالفعل يا أبو محمد تحديدا في هذا السباق أبرزها وأفضلها على الإطلاق بارود. إذا تهانينا لمالك بارود غانم بن سيف الخيارين على هذا التميز وعلى انتزاع هذا الشوط، وسلام لهل الخرسة على سلام، أسعد الله صباحكم بهذه المناسبة، بمناسبة فوز بارود بهذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك بارود غانم بن سيف الخيارين. المركز الثاني شايم لصالح بن حمد العاض، المركز الثالث رياض لصالح بن حمد المقارح، المركز الرابع بنادول لعلي لحمد بن علي بن حديد، وخامس المراكز مشاهدينا الأعزاء الهارب لعلي بن مانع بدواس العجمي.
اذا مشاهدينا الاعزاء يسيطر على الشوط الاول الرئيسي وعلى نقوه الاشواط 9 دقائق 52 ثانيه وثمانيه اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك بارود غانم بن سيف الخيارين، وتهانينا وناموس المحبين هذا الشعار على فوزه وانتزاعه للشوط القمه. المركز الثاني شايم قطع المسافه في 9 دقائق 54 ثانيه بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك شايم صالح بن حمد العاض المري. المركز الثالث رياض قطع المسافه رياض في 9 دقائق 54 ثانيه